في هذا الفيديو غادي نشوفوا التجربة الاجتماعية اللي دارت في الجزائر نتاع واحد الانسان متشرد كيمشي يطلب من الناس الماكلة. كيفاش تعاملوا معاه الجزائريين؟ هذا الشيء اللي نشوفوه في هذا الفيديو. تفرجوا في الفيديو حتى النهاية. شوف الحمد لله هي شويه خبز شويه خبز ديالي اسمح لي حمبو معليش هي شويه خبز الحمد لله صاحبي باكلو كري حبو بطاطا صاحبي انا غير شويه معليش معليش والله معضه والله ما باغي ندير وجهي والله اسمح لي صاحبي راك معضه والله يا غبي معليش اخيتي يا زوجة الله يبارك فيك تعالى خلي خويا اخي انت انسان محترم ريح هذا ما حد خدمه تاع كل يوم عندنا ما حال عجبك ودار جيت ريح فيه معك اخو مالا شنو معك والله ما نجي اخو خويا حبيبي هذا صاحبي والله معك راه داخل 14 خطره هذا معك والله ما نجي والله ريح معنا والله ريح 14 خطره يخدروا والله والله ما نجي اخو خرتي صاحبي اسمع لي صاحبي هذه ريح على ريح يا محمد راني هضر معك برا خطره كلي ولا كلي ولا يدخل يجي الحقه انا جاي اخويا ما راجع لا شحال سؤال قال لهم انا واش نقول معليش خويا يزيد ياكل ونخلص يا ماش باغي ياكل خصها دراهم ما صلاح غادي يقول في زيت قاعد هذا اخي لا حل تاع خدمه هذا اخي معليش خويا اخي مفضل ليا خويا اخي معليش اسمح لي معليش اخي راك مع الزوجه ومع الدار داك اليوم حنا كل يوم تاعنا نحترموه ها انت مع حالك وما جاي معليش ليا معايا خويا زهره من الصباح خويا راه ملي حليت راه داخل خويا خليه يزيد ياكل خليه يزيد ياكل خليه يزيد ياكل واه من راه من الصباح ياكل خويا ما يشبعش خويا نزيدك ها بارك الله فيك يا خويا شنو حاب تسوي يا خويا هاك ولا خصك دراهم نعطي خويا دراهم يا اخي راه من الصباح داخل خارج نجي من خي خليه يخرج خويا راه قاعد هذه ملي حليت راني غير معاه يقعد معايا وكاع خرب لي فيهم اخي ديك اليوم قاعد نردهم لي ما حد دخل مع اخي بين بالله اخي بين بالله علاه تبلى هذاك اليوم تاعي قال لي خليه يخرج ما غادي يديروها له غادي غير راه من الصباح داخل خارج راه خدام معايا خويا غادي ياكل ويخرج ما غادي يدير لك والو يا اخي اخي معليش تفضلت ليا مع الدار تاعك خليه يخرج عليا معليش صاحبي معليش والله خلي غير شويه في الخبز معليش ما تاكل معايا معطر معليش لازم يا اخي معليش اخي تخلي خويا دقيقه تسمح لي دقيقه معليش نزل خويا تولي معليش والله ياكلها انت كليو هي صاحبي تجي عندي انت ويا اقصد دخل ما غاديش تخلي شوفوا فامي هنا يديروا جيهم لي محمد غادي يخلصوا عليه يقولوا عطاني دراهم كلاك يا محمد خلص احمد ما انا خلص انا خلص خلصني من روح تا ويا والله ناكلها هنا وياكل هنا اه محمد خلص يعني ما غاديش يا صاحبي يا ريا كل يوم عندك تاكلي وانت انا احترموه معليش خويا غادي يريح تاكلي وانت خلي يخرج اخي خلي يخرج اخي روح خرج روح يا اخي يا اخي يا اخي تاكلي وانت ما جبين خاسرك ما خاصش تاكلي وانت بصح خويا سيد راه جيعان ما غادي يدير والو تاكلي وما جيع راه كاين بلا مصباح يا محمد اخينا اخينا راه من الصباح هنا راه خدام معايا
ندير يخدم معايا اسراي راه كلمه ولا يدخل يخرج يدخل معاه سمعنيش خويا هذا ما حد دخل مع اخي مشي تاع لعب صح خويا هذا كلمه واش تاكل من صاحبك اخي اخي واه انا نخرج لا خويا تقعد هنا لا خويا ما تقعد ما عندك وين تروح يا اخي محترم خويا يخرج معاه شي ما غاديش يخرج خويا اخي خليه ما غاديش يخرج يا اخي خليه يخرج ما غاديش يخرج على ما يخرج المحل تاعي كيما يخرج المحل تاعك غادي ياكل ويرو كيما جيت انا ناكل ورا في غادي يجي ياكل ويرو يا مصطفى محمد ما راهش ياكل ويرو ما راهش هذاك لا وقعد معليش خليه ياكل خويا معليش هادي اخي احسن دراهم كنت تقول لك 2 دراهم نعطيه دراهم خويا خويا راه نعطيك يا اخي خليه يخرج حمد خويا ما غاديش يروح غيره اخي انا محترم ماكرا في المحل تاع والله لا باين يخرج خويا غيره محمد خليه خويا اللي تربي غيره هادي معليش راه في المحل تاعي روح خويا ما عندنا يخرج معليش خويا ما عندنا يخرج خليه يخرج خويا روح اه محمد خليه يخرج نعطيه واحد الحاجه لا خويا لا جمع نعطيك واحد الحاجه شاله يبغي نقول لك بلي بارك الله فيك الله يعطيك الصحه معنا في اكسبيريونس صبقوا عليه صبقوا عليه صبقوا عليه سلم عليه الله يحفظك ويبارك الله فيك سمحنا جينا عندك دورة مع الاهل تاعك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك اخرج محمد خرج عليا مالك خويا باهي يخرج يا محمد ما 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 ياكلش عادي اقسم بالله غير ياكل ما تحكسوش منه ما تحكسوش منه ورا اخي الله اخي صح غير يا بيه والله ياكل هذه صح 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 غير ما غاديش ياكل والله حبيبي جينا على بيتزا يا محمد والله غير ياكلها هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان تكون هناك يا محمد ماشي من يمكنك ان تكون هناك 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 والله ما نفتش مولو غادي يا محمد جاي ولا يدخل يدير لونجيني عندي الله يسهل دير لونجيني دير لونجيني خرج عليا اخويا خرج عليا اخويا صح خويا انا عندي شي ما عندي فما عنديش دراهم انا قاعدين ما تتمطريش عندي حاجه ما خير الدراهم وين راهي الحاجه يا بنت نقولها بلي صاحبي فوت في اكسبيريونس سوسيال راهو لي كاميرا راهو لي داك فوق الفازوا راهي كاميرا مولي كارط والله يحفظك خويا راهي وحده الله يعطيك الصحه وبرك صفقوا عليه صفقوا على خويا بالله صفقوا عليه الله يحفظك صاحبي بارك الله فيك اسلم عليه اسلم عليه الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك روح نديو تفضل خويا روح خونا اروح سامر اروح خويا بارك الله فيك صاحبي هذا كان كومبليس معانا تفضل خونا هذا كان معانا كومبليس بارك الله فيك الله يعطيك الصحه اسمح لنا حبزنا لك الماكله في النص هذه يعيطني خويا حنا وهذا ما فيناش هاد الطبيعه خويا عندك ما عندك كاع كيف كيف الله يحفظك مرحبا بك خويا مرحبا بك عندنا خويا اي حاجه الله يحفظك بارك الله فيك شنو نقول لكم خويا الحاجه اللي تلفتوها لنا الله يحفظك الحاجه اللي اثرت فيك وخلاتك تفاعلت مع الاخ منا بطريقه خويا راك عندنا فيها من حاجه ما تخصك حاجه الله يحفظك هنا ما تبجعوا ولا خويا بارك الله فيك الله يحفظك الحاجه اللي اثرت فيك بزاف بزاف وخلاتك تفاعل بزاف ابينا خويا تاع انسان بنادم قليل بيا بارك الله فيك الله يحفظك خويا بارك الله فيك الله يعطيك الصحه هذيك راكم شفتوا الحلقه تاع اليوم كانت نار الله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم صحه الطرق المهم حتى هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو الا عجبك الفيديو خلي لايك قلنا الاراء ديالك في كومونتير تهلاو